معنا من تونس العاصمة مفدنا عبد الجليل البردودي. طيب عبد الجليل، تطورات كثيرة، دعنا نقف على أبرزها. الإجراءات، حديث الرئيس التونسي قيس سعيد عن الحريات والحقوق، مسألة الديمقراطية، وأيضا اليوم حديث شباب النهضة أيضا. نعم ماجد، كما قلت الساحة تشهد تطورات متسارعة، يعني كل تقريبا ساعتين ثلاثة في خبر جديد. آخر الأخبار هو تأكيد على وضع بشير العكرمي وهو وكيل الجمهورية السابق، رهن الإقامة الجبرية لمدة 40 يوما، مع يعني مع تحييده عن كل أجهزة الاتصال إلا بما تسمح به الأجهزة والجهات المختصة، وذلك بأمر من رضا غرسلاوي وهو المكلف على رأس وزارة الداخلية، والذي تم تكليفه من طرف الرئيس قيس سعيد قبل يومين. أيضا هذا بشير عكرمي كان قد اتهم مرارا، وخاصة من قبل وزارة العدل ومن قبل أيضا هيئة الدفاع، عن المغتالين شكري بالعيد ومحمد براهمي، بإخفاء الكثير من الملفات التي تخص آلاف الإرهابيين وتستر عليهم، وأيضا التستر على ما يسمى هنا على الجهاز السري لحركة النهضة، ويطلق عليه الكثيرون هنا في تونس أنه اليد القضائية لحركة النهضة. هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا، يعني نتابع في الشأن القضائي دائما، تم أمس يعني توقيف نائبين وهما ماهر العياري وأيضا لا أقول عفوا ياسين العياري وماهر زيد، وذلك كسبب مباشر لسحب الحصانة منهم ووصول ملفات ووصول أوامر قضائية وجدت طريقها الآن بعد أن قام الرئيس بسحب الحصانة على كل النواب، يعني بداية تسهيل عمل مكافحة الفساد ومكافحة العديد من القضايا. هذا في الشق القضائي وفي شق التوقيفات. في الشق الآخر يؤكد قيس سعيد على الحفاظ على الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، وذلك خلال لقائه أمس واستقباله للصحفيين من نيويورك تايمز. تم الحديث أو إشاعة أنه تم توقيفهم عن عملهم، فأكد آنذاك أنه كل الحقوق مضمونة. طيب. كما أكد أيضا على نعم ماجد، شكرا لك من تونس مفدنا عبد الجليل البردودي، شكرا لك.